الدولة العثمانية كانت حاليا طبعا ما لها عبارة. اليوم مشوارنا على اسطنبول، وأول ما وصلنا على اسطنبول سألنا السيد جهاد قطعوني باور تور وبكير تور محطتنا الأولى وين؟ هلأ في رحلة بالبسفور مدتها ساعة وعشرين دقيقة تقريبا، راح نشوف فيها الطرف الآسيوي والطرف الأوروبي، وراح تكون طبعا بالسفينة. يلا هاي اعمل هيك عشان نشوفها مزبوط. اوكي سليمان، احنا هلا بالضبط عم بقولنا جهاد رح نروح تور عشان نشوف الجزء الاوروبي والجزء الاسيوي، احكي لنا سريعا قبل ما ندخل على القارب. القارة الآسيوية والقارة الأوروبية منكم محيدين عنها تقريبا ساعة وعشرين دقيقة على اتجاه بحر الأسود، حسب اتجاهنا على الشمال على اليسار القارة الأوروبية وعلى اليمين القارة الآسيوية. رح نشوف القصور والولل والشاليهات والقلع والمناظر الجميلة على الميلتين على القارة الآسيوية والأوروبية. هذا البلد الجميل اللي بيحمل بين شواطئه سحر الشرق والغرب ورائحة قارة أوروبا وعبق قارة آسيا. بهذه الجولة البحرية تعرفنا على كتير من المواقع المهمة سواء على الجانب الأوروبي أو الآسيوي، وأيضاً كان في إلنا تأملاتنا الخاصة بهالطبيعة المميزة. حديثنا لكم ما رح يكمل من غير ما نحكي مع سليمان التور جايد الفظيع اللي كان معنا طول الرحلة. سليمان، أولا أن يعني شكرا على الترحيب الرائع بتركيا الجميلة. حضرتك تركي صح؟ نعم. بس بتحكي العربية بطلاقة؟ درستها واستمريت في العمل 14 سنة، يعني الممارسة أخذتها من ضيوفي. طيب أنا بدي أحكي معك بأكثر من شغلة. هلأ إحنا يعني بتعرف إحنا منحب كتير تركيا بشكل عام وإسطنبول بشكل خاص، وخاصة بعد كل يعني كل المسلسلات والأعمال الدرامية، فصرنا عارفين يعني التراث والعادات والتقاليد اللي هي قريبة بشكل أو بآخر للعالم العربي، وأكيد في تأثير بالحضارة التركية. بس هلأ كنت أنا يعني برا الكاميرا كنا عم نحكي عن إشي كتير مهم، كنا عم نحكي عن تأثير المسلسلات التركية
مش بس بالعالم العربي، انه في بعض المسلسلات التركيه ايضا نوقشت، حضرتك قلت لي بالبرلمان، فنحكي شوي عن مسلسل يعني فاطمه بالذات، لانه كان هذا الاخر شيء كان عامل ضجه عندنا بالوطن العربي، وحضرتك ذكرت لي انه هو نوقش بالبرلمان، تحكي لي شوي عن صحيح. بالنسبه لمسلسل فاطمه، انه عطى اقتراح للمستقبل، شو ممكن يتحول الوضع لما بيكون امراه متعرضه لهذا الشيء، فراح الاغتصاب، شو راح يكون وضعها في المستقبل. ونائب عندنا في البرلمان فعطى مثل المسلسل وتحاوروا ضمن هذا المسلسل، وبداوا يتناقشوا في القوانين الجديده اللي بتخص حقوق المراه في المستقبل. يعني هذه اخبار جيده جدا، انه الفن قادر انه يغير اشياء بشكل ايجابي بالمجتمع. طيب هلا انت قلت لي قصه كثير حلوه كمان عن الفوسفور، صح؟ تحكي لي القصه يعني الاسطوره القديمه. ايوه، بالنسبة للقصة بوسفورس، كلمة البوسفورس بمعنى أنه ممر البقرة، ممر البقرة، فهي تسند على الأسطورة الميثولوجية اليونانية القديمة، أنه آلهة الإله زئوس بكون متزوج امرأة اسمها هيرا، ولكن بحب فتاة اسمها إيوا، بحب يتزوج منها ولكن بخاف من غضب امرأته هيرا، فبقوم بحول محبوبته إيوا إلى بقرة حتى يحفظها من امرأته. فبطولة الزمان بتفيق في اللعبة امرأته هيرا وبتسلط بعوضة دبانة لإيو البقرة، فإيو البقرة مش عارفة تتخلص من الدبانة فبترمي حالها في المضيق وبتسبح على القارة الآسيوية، من القارة الأوروبية على القارة الآسيوية. فهناك بيوجدها زئوس ثاني مرة، بيتزوج منها وبصير لهم ولد، الولد بسميه بيزاس. الاسمين مهمين بالنسبة لنا الحضارة البيزنطينية القديمة، وكمان البوسفورس بمعنى الممر البقرة. طيب بما انه عم نحكي عن القاره الاسيويه، واحنا حابين كمان نسلط الضوء اكثر على القاره الاسيويه او الجزء الاسيوي، خلينا نحكي من تركيا او من اسطنبول، لانه الناس اكثر يمكن فاميليير او بيعرفوا اكثر عن الجزء الاوروبي، ولكن هالمره احنا برؤيه حابين هيك نحكي اكثر بهذه الرحله كمان عن الجزء الاسيوي. ايش في اشياء بالجزء الاسيوي بدك تخبر الناس اللي عم يحضروك فيها لازم يشوفوها لما يجوا يزوروها؟ انا بنصح بالشارع البغدادي والشواطئ الرائعة يلي ممتدة تقريبا من بداية البوسفور مقابله طبعا في القارة الآسيوية حتى نهاية اسطنبول، كورنيش رائعة جدا، أسواق رائعة جدا، ولكن بالنسبة للأثرات القديمة هي طبعا في القارة الأوروبية، لذلك الأغلبية الضيوف فبيجوا على القارة الأوروبية وبيشوفوا الأغلبية القارة الأوروبية. نحن منشجع طبعا أنه يوصلوا كمان على القارة الآسيوية ويشوفوا الجمال القارة الآسيوية، لأنه راقية أكثر فلها حدائق أكثر بالنسبة للبيوت والعمار والمباني، مساحة أكثر من القارة الأوروبية. القارة الأوروبية محصورة لأنها المدينة التاريخية وفيها بيوت قديمة، ممنوع تنهدم هذه البيوت حتى نحافظ على التراث والأثرات القديمة. الأغلبية هي المناظر كمان الجميلة في القارة الآسيوية موجودة. طيب مين كان معانا بالرحلة؟ من وزارة السياحة الأردنية السيدة ماجدة النمري، ومن جمعية وكلاء السياحة بالأردن السيد محمد القواسمي، هاني عبد القادر وسامي أحمرو ونائل شمروخ، والمحامي خالد خلفات، والزميل الإعلامي طلال غريمات، وأيضا كان معنا يزن وزيد أبو خلف ونداء شتاوي وفادي أبو طاعة، كل هدول كانوا من الأردن. أما من فلسطين فكان معنا فراس نجار، فواز نجار، وطبعا كاظم حسونة، بسام بطماني، نضال عبدو، سليم سلايمة، نبيل عطا، وسامر الريموني، مراد زاهدة، وطني سلسع، ومهدي خليل. وأحلى صبية كانت بالرحلة هي الطفلة الرائعة هبة، واللي أكيد كمان كانوا معانا أمها وأبوها عبد الله وإيثار.
بعد هالجولة الرائعة روحنا لحتى نتغدى ونتعرف على السيد محمد بكير قبل ورشة العمل اللي راح تقام بالفندق اللي مقيمين فيه باسطنبول الآسيوية. والصورة تذكارية راح تتكرر معنا اليوم بأكثر من مكان. وقبل ما تبلش الورشة حبينا نقابل بعض الشخصيات الرسمية اللي كانت موجودة. My name is Hamdi Güvenç. I am general manager of Dalaman Airport. Dalaman Airport, the third biggest airport in Turkey. And also this area contains very beautiful touristic destination. One of them Marmaris, Fethiye, Göcek and also very beautiful national corners and boat sailing very popular and generally UK citizen coming prefer to come to our region every year nearly 1 million English citizen visiting us and beside this we are very happy to meet with your citizens especially Lebanon Jordan and we like this our brothers. We always want to see you more than this and we are very happy to invite you to guest you. حسين غازي جوشان هو انا مدير مساعد المدير وزيرة السياحة والثقافة في اسطنبول. طبعا اسطنبول ممكن نعرف على اسطنبول في فترة معينة ولها خطط معينة ولكن ممكن لكم اخر الوضع حاليا هي نجمة اسطنبول وحاليا في مارت في شهر مارس بالمية 23 ازدادت سياحة في اسطنبول حاليا نمبر 1 ممكن نقول عنها إذا بنقول عن اسطنبول هي مكان للملتقى للمجتمع وهي ما بين القارتين وهي كمان تجتمع فيها الثقافة ولذلك نحب انه الضيوف اللي بيجوا لهون بيوصلوا على اسطنبول نحب كمان نتعرف ونلتقى معهم في اسطنبول وكل سنه هي بتزداد العدد السياح في مدينتنا وخاصه من لبنان 22000 من لبنان اخر شهر وهي نحن بنستحبب في هذا الوضع ونحن سعيدين بهذا الوضع جدا ونحن حاليا لا نستخدم كلمة السائح فنستخدم هو ضيوفنا كلمة ضيوفنا أنا كامل أزر أنا مدير أنا مدير في وزارة السياحة والثقافة في مدينة مولا يلي بتحض هي مرمريس بودروم وفتحية السياحة هي مبدئياً إسطنبول وبعد منها فبتجي فتحية مرمريس وبودروم 1200 كيلو متر فبتحط شواطئ ففيها 5 موسيوم متاحف عن الأركولوجيا الأسرات القديمة من قبل الميلاد وهي تحض الحضارات الإغريقية اليونانية القديمة وافتتح الورشة السيد محمد بكير مرحباً بكل ضيوف إسطنبول وضيوفه بكلمات فيها كتير من المرح وطالعة من القلب Hoş geldiniz. Müsaadelerseniz ilk olarak Arapça konuşmak istiyorum. Misafirperliğimize göstermek için bunlara. Bu arkadaşlarınız olur mu? أصدقائي أحلى من أيام حياتي الحلوة كثيرة بس أحلى يوم صدقوني هذا اليوم لأني بينكم وأنتم معنا هون أهلا وسهلا فيكم في اسطنبول حياتمدا بو إيش باشلار كان 1982 سنة سندا
31 sene geçti. Yani bu kadar yol geleceğimi hiç düşünmemiştim. O da hepiniz sizin sayenizde. Hepinizle beraber olduğumuzdan dolayı gerçekten çok mutluyuz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim size. صباح الخير يا أحلى دنيا.